أنك تعلم أن الدنيا دار ممر، دار ودار مزرعة، وتتهيأ فيها للرحيل. ولهذا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا إلا كراكب استظل تحت الشجرة. هذا واقع المسلم في الدنيا ونظرته إلى الدنيا أنها ممر ويتزود. علي رضي الله عنه يقول: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. كلام لطيف وجامع، ويعني مثل الكلام هذا يعني يعين على أو يعين من يفهمه ويفقهه أو يريد فعلا أن يلتزم به على الأخذ به. وهو أيضا كلام يشمل تقريبا حياة المسلم كلها الدينية والدنيوية وإلى آخره وإلى آخره. الخوف من الجليل بمعنى الأعمال القلبية، من الخوف، من التوكل، من الرجاء، من الاستعانة، كل الأعمال القلبية هذه ينبغي للمسلم فعلا أن يفحص نفسه فيها ومدى يعني تعلقه بربه وصدق تعلقه بربه. الخوف من الجليل اللي هو الله عز وجل، العمل بالتنزيل اللي هو التزام طاعة الصلوات والزكاة والأوامر والبعد عن المنكرات إلى آخره، والتنزيل بمعنى ما جاء بالتنزيل. والتنزيل لا شك طبعا تنزيل السنة منزلة والقرآن منزل، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سنة فهو وحي، كلاهما وحي، الوحي الكتاب والسنة. فالعمل بالتنزيل المقصود كتاب السنة. والقناعة بالقليل هذا يتعلق بالسلوكيات وعيش المسلم في الدنيا، وهو أن يعيش بالقناعة. والقناعة وهذا لن نطيل كثيرا، لكن لا يعني القناعة غالبا القلة، ترى القناعة أمر قلبي ليس القليل، وإن كان القناعة بالقليل، لا، القناعة بمعنى أن تقبل ما يسوقه الله لك، تقبله برضا وقبول وتستفيد منه وتأخذ به وتعتمد على ربك. هذه القناعة، القناعة قلبية. ولهذا الغنى غنى النفس، ليس الغنى كما قال بكثرة العرض المال والممتلكات، فالقناعة قلبية. ولو كان عنده كثير أو أكل كثيرا على حسب ما يحتاج، لكن لا يعني القناعة قلبية، تقبل ما جاء من ربك عز وجل وترضى به. والاستعداد للرحيل، وهذا هو الغاية، الاستعداد للرحيل، وهو أنك تعلم أن الدنيا دار ممر، دار ودار مزرعة، وتتهيأ فيها للرحيل. ولهذا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا إلا كراكب استظل تحت الشجرة. هذا واقع المسلم في الدنيا ونظرته إلى الدنيا أنها ممر ويتزود. والتزود طبعا يعني ينبغي أن يعلم التزود بالعمل الصالح، والعمل الصالح بابه واسع. لا تظن أن التزود بمعنى أن الإنسان يتقشف ويجلس في ركن أو زاوية في محرام من المسجد ولا في بيته، لا، التزود بمعنى العمل الصالح في صلة الرحم، في الصدقات، في كفالة الأيتام، كل الأعمال، كل بمعنى 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 كل عمله الدنيوي يجعله للآخرة، يجعله مطية للآخرة. ولهذا من كمال ديننا ومن لطف الله بنا ورحمه بنا أن العادة بالنية تصبح عبادة، وهذا من السداد للرحيل.